السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني الإعدادي حبايبي، رجعت لكم النهارده مع فيديو مراجعة على أسئلة اختر وأسئلة صحح ما بين القوسين. إن شاء الله الفيديو ده هيبقى طويل شوية، يعني معلش استحملوني وكملوه للآخر، بس هيغطي جميع أجزاء كلمات المنهج والتعبيرات الإكسبريشنز والحروف الجر وكل حاجة ذكرت في المنهج. قبل ما نبدأ مع بعض دلوقتي سمعونا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وياريت طبعا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. وقبل ما نبدأ ياريت طبعا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا. يلا بينا كده نبدأ على بركة الله ومنضيعش وقت. هنا بيقول I never have coffee, not breakfast. For breakfast, in breakfast, on breakfast, at breakfast. الإجابة هنا هتبقى إيه؟ هتبقى for breakfast. for طبعًا يا جماعة أنا عندي for بيجي بعد منها مثلًا إيه؟ وجبة، تمام؟ على وجبة كذا، for lunch، for dinner، الكلام ده كله، تمام؟ الجملة التانية بتقول I go to the baker's with my mother. أنا رحت للخباز المخبز مع أمي. إيه؟ We always buy bread in the morning. دايري ولا ديري ولا ديلي ولا دي؟ ها بيقول انا رحت الفرن مع والد، انا بروح الفرن مع والدتي يوميا. تبقى ديلي، تبقى ايه يا حبايبي؟ تبقى ديلي يوميا، بتساوي كلمه افري داي. كم اند سيت اون ذس ايه؟ تعال اقعد على ايه؟ فور بيبول كان سيت اون ات، اربعه من الاشخاص يقدروا يقعدوا عليها. ايه بقى؟ صوفا، تشير، ارم تشير، ويل تشير. طبعا الإجابة هتبقى كلمة صوفا اللي معناها كنبة. صوفا اللي معناها إيه يا حبايبي؟ كنبة. طبعا كرسي، أرم تشير، كرسي أبو دراعات، ويل تشير اللي هو الكرسي المتحرك، تمام؟ الجماعة العجزاء. We do the same thing every day when we are on holiday because my family like to have a إيه؟ إحنا بنعمل نفس الشيء كل ما نطلع أجازة لأن عيلتي بتحب إن هي يكون لها إيه؟ joy, difference, fun, routine. بيعملوا نفس الشيء يبقى روتين. يبقى إيه يا حبايبي؟ تبقى روتين اللي هو الروتين اليومي، يعني روتين الروتين اليومي، روتين يومي او اسبوعي، حاجه يعني هم معتودين يعملوها هي نفسها. Can you not my mother for me؟ تقدر ايه امي بالنسبه لي لو سمحت؟ خلاص. My phone is not working، التليفون بتاعي مهوش شغال. Text my mother، text my mother، exit my mother، test my mother. طبعا الاجابه هنا هتبقى كلمه text، يعني يراسل، ممكن تراسل امي بالليا لو سمحت التليفون بتاعي مش شغال. On a not day Reem gets up، الجملة دي هتيجي في الامتحان اعرفه. On a not day Reem gets up, goes to school and then helps her mother with her jobs. يوم ايه بقى؟ On a electrical day, typical day, technical day, technological day. ها في يوم نموذجي، في يوم نموذجي اللي هي on a typical day، خلاص اعرفوها، اسمها on a typical day، on a typical day. حسن forgot to bring any food for the picnic. حسن نسى يجيب أي طعام للنزهة اللي احنا نعملها. But he can not our food, stay our food, lend our food, give our food ولا share our food. نسى يجيب طعام بس يقدر يشاركنا. share اللي هي يشارك، الجمل دي مشهورة جدا في unit 1. خلاص. I live in a city، أنا عايش في مدينة. But my grandparents live in a small A in the country. أنا عايش في مدينة لكن أجدادي عايشين في إيه صغيرة في الريف؟ فيليج ولا تاون ولا سيتي ولا كونتري؟ ها في الريف. يبقى الإجابة طبعا هتبقى كلمة إيه؟ فيليج، اللي هي معناها قرية، اللي هي معناها إيه يا حبايبي؟ قرية. هنا بيقول لي رقم 9 The farmer doesn't need to eat his goats in the summer as he can find their own food in the mountains. الفلاح مش محتاج يعمل ايه في المعيز بتاعته في الصيف لان هم طبعا بياخدوا الطعام بتاعهم في الايه؟ في الجبل. يبقى كلايم ولا فيد ولا ايت ولا درينك؟ ايوه هنا الاجابه هتبقى كلمه فيد. الفلاح مش محتاج ان هو طبعا ايه يطعم الحيوانات المعيز بتاعته في الصيف لان طبعا هم ايه بيجدوا الطعام بتاعهم بسهوله. هنا بيقول لي رقم 10 My uncle has a ايه؟ in his garden، عمي عنده ايه في الحديقة؟ and he uses it to water his plants every evening. ها بيستخدمها عشان يروي النباتات بتاعته كل مساء. wall ولا tap
ولا تيب ولا تاب؟ ها، اما عنده ايه في الايه في الجنينه؟ ايوه تاب، اللي هي حنفيه. عارفين الحنفيه؟ حنفيه، تمام. يبقى عنده حنفيه عشان كده بيروي منها. It has a أو an a garden full of flowers and trees. الحديقه بتاعتها مليانه بالايه؟ بالورود وايه؟ الاشجار. تبقى حديقه ايه؟ تيربل ولا باد ولا اتراكتيف ولا اجلي؟ ها، الاجابه هنا هتبقى كلمه ايه؟ اتراكتيف، اللي معناها جذاب، اللي معناها ايه يا حبايبي؟ جذاب. السؤال الرقم 12 بيقول لي روبرتا فيلز ايه when some men take her father from their home. روبرتا شعرت بايه عندما بعض الناس اخذوا ابوها من البيت؟ تربل ولا جلاد ولا بليزد ولا بورينج؟ ها، حست بايه؟ بشيء فظيع، او بالايه؟ او بالخوف. 13 معايا بتقول their new house is in the country. بيتهم في الريف. near the rail the railway ايه؟ سيركل ولا تيوب ولا لاين ولا لام؟ ها، اسمه railway ايه يا جماعه؟ railway line. railway line اللي هي خط السكه الحديد، خط السكه الحديد. بيتهم جنب خط السكه الحديد. هنا رقم 14 you can wash your face in the، تقدر تغسل وشك في الايه؟ بسن ولا بوت ولا كاربت ولا ميرور؟ ايوه، في البسن، تقدر تغسل وشك في البسن اللي هو الحوض، اللي هو ايه يا جماعه؟ الحوض. هنا بيقول لي the نقط ار نيكست تو يور ويندوز اند يو كلوز ذيم ات نايت. ايه اللي بيبقوا قريبين من الشباك وانت بتقفلهم بالليل؟ واردروبس ولا كيرتنز ولا كاربتس ولا ميرورز؟ ها، حاجه بتبقى قريبه من الشباك واحنا بنقفلها ونحطها على الشباك. ايوه، كلمه كيرتنز اللي معناها ستائر. خلاص. هنا رقم 6 بيقول 16 بيقول a نقط is a big cupboard where you can put your clothes. ها، دولاب كبير بنحط فيه الملابس، اسمه واردروب ولا ميرور ولا دروور ولا كاربت؟ هي طبعا واردروب اللي هو ايه؟ الدولاب، اللي هو ايه يا جماعه؟ الدولاب بتاع الملابس. طبعا كلمه دروور ديت اللي هي الكومودينو. خلاص، هي طبعا مفترض يبقى فيها حرف الاس هنا اصلا، اسمها دروورز الصح بتاعها. هنا بيقول لي you can see yourself in the، بنشوف نفسنا في الايه يا حبايبي؟ لام ولا ميرور ولا كاربت ولا كيرتن؟ ها، بتشوف نفسك في الستار، في الستاره ولا السجاده ولا المرايه ولا اللمبه؟ يبقى هنا طبعا ميرور اللي هي المرايه. طبعا حرف البي هنا يا جماعه ما بيتنطقش، البي هنا ما بايه؟ ما بيتنطقش. 18 هنا بيقول لي حمدي نقط كافيه فور بريكفاست. هي لايكس تو درينك تي، بيحب يشرب شاي. هل يمر بيشرب شاي بيشرب قهوه على الفطار؟ doesn't drink ولا doesn't drinks ولا don't drink ولا don't drinks؟ معروف طبعا يا جماعه ان كلمه، اسمعوني، كلمه don't و doesn't بيجي بعد منهم المصدر، يبقى انا عندي اللي فيها اس دي غلط واللي فيها اس دي غلط، فاضل لي اثنين، حمدي تاخد doesn't ولا don't؟ حمدي مفرد تاخد doesn't، مضارع بسيط منفي. هنا بيقول لي هاو نقط دينا جيت تو سكول، قال شي تيكس، فينا حرف الاس، يعني ده مضارع بسيط، يبقى الفعل المساعد في المضارع البسيط بيبقى ايه؟ ار ولا از ولا دو ولا داز؟ ها، اولا دينا مفرد، ما تاخدش دو، ما تاخدش ار لانها مفرد، از يا جماعه بيجي بعد منه اي ان جي، يبقى دي غلط، يبقى الاجابه بتاعتي داز. هنا بيقول لي وات تايم نقط يور فيرست ليسون ذيس مورنينج. ها ها، what time not your first lesson this morning؟ هيقول at 8 o'clock، تبقى does ولا is ولا has ولا can؟ بصوا حبايبي، انا عندي does و has و can، لازم يجي بعد منهم فعل هنا، سواء بقى في المصدر، في الاي ان جي، في التصريف الثالث. الوحيده اللي ممكن يجي بعد منها اسم او صفه هي كلمه is. هي كلمة ايه؟ إز. طب يا مستر، ما إز بيجي بعد منه اي ان جي، بس ينفع اقول ما الوقت؟ ما وقت بداية درسك هذا الايه؟ هذا الصباح. هنا بيقول لي زي نقط فوتبول، زي بريفير تنس، بيحبوا التنس، يبقى بيعملوا ايه في الفوتبول؟ لايكس. اولا زي تاخد اس، غلط. مفيش حاجة اسمها فاعل نط زائد الايه، اعرف القاعدة دي، مفيش حاجة اسمها فاعل نط زائد الايه المصدر. يا اما دازنت لايك يا اما دونت لايك. انا عندي زي دي معناها هم، يعني جمع، الجمع ياخد دازنت ولا دونت؟ ياخد دونت. ياخد ايه يا حبايبي؟ ياخد دونت. خليك معايا، يلا بينا كده بقى نحل مجموعه اسئله من اللي هي صح ما بين القوسين على الوحده الاولى. هنا بيقول لي افتر سكول، بعد المدرسه، ماي براذر اند اي سم تايمز داز سبورت اور بلاي ميوزك. اولا سم تايمز دي مضارع بسيط، وماي واي دولت، ماي براذر اند اي دول جمع.
انا قلت لما الاقي sometimes وفي جمع باخد الايه المصدر، يبقى انا هشيل الاس او الاس يبقى الاجابه هتبقى دو، الاجابه هتبقى ايه دو. خلي بالك من الحاجات دي. سوزي نقط نوت واتش تي في وين شي جيتس هوم. خلاص شي داز هير هوم ورك فيرست. عايز اقول سوزي ما بتتفرجش على التلفزيون. طبعا مضارع بسيط يا جماعه، مضارع بسيط يبقى كله هيبقى مضارع بسيط. بننفي مضارع بسيط مع المفرد ازاي؟ بنقول doesn't زائد المصدر، هنقول doesn't watch. doesn't ايه يا حبايبي؟ doesn't watch. خلاص ناخد الايه doesn't زائد المصدر. in Germany في المانيا school not every school start very early in the morning. ها في المانيا دي طبعا حاجه دائمه يا جماعه، بتبدا المدرسه بدري. ها المدرسه مفرد في المضارع البسيط تبقى starts. طب يا مستر ده مش حاطط لي كلمه دقله، بس ديت يا جماعه عندي المضارع البسيط من ضمن استخداماته بيعبر عن حاجات بتحصل على طول ما بتتغيرش، حاجات ثابته بتحصل كل يوم. خلاص how many lessons، طبعا انا عندي ده سؤال بهاو ميني كم عدد الدروس. do your school، school هنا مفرد تاخد do، لا ما تاخدش do تاخد does، فعل المساعد بيبقى does. طبعا احنا شارحين المضارع البسيط، تقدروا ترجعوا للفيديوهات الفيديوهات بتاعته، هحط لكم الفيديوهات بتاعه المنهج كله ان شاء الله في الوصف. مريم نقط نوت جيت اب ات 7 اي ام، اي ام دي معناها صباحا. شي جيتس اب ات 6:30 يعني بتصحى الساعه 6:30. عايز اقول ما بتصحاش الساعه كذا، طبعا ده مضارع بسيط، يبقى مريم ايه؟ مفرد تاخد doesn't، doesn't get يا حبايبي عشان ما فيش مكان لكلمه جيت، يبقى doesn't get. خلاص I don't make my breakfast my mom always make it. مام مفرد والويز مضارع بسيط، يبقى ميك نضيف لها حرف الايه؟ حرف الاس. نضيف لها حرف الايه يا حبايبي؟ الاس، تبقى ميكس. هنا بيقول لي نقط هاف يور فازر جوت ا كمبيوتر. ها جوت دي تصريف ثالث وفازر مفرد. ها لما بنسال نقول هل يمتلك يا جماعه، بنقول يا اما هاف او هاز فاعل جوت. جمع يبقى هاف، مفرد يبقى هاز، ده مفرد يبقى هتاخد هاز. هاز يور فازر جوت ا كمبيوتر. رقم 8 وات هاز يو جوت، هاز يو لا يو جمع، يبقى هتبقى ايه على طول؟ هتبقى هاف، هتبقى هاف يا حبايبي. هو هاز جيت، انا عندي هاف وهاز بيجي بعد منهم كلمه ايه؟ جوت، يبقى هاف تبقى هاز جوت مكان جيت. هو دو سلمى، سلمى تاخد دو ما تاخدش دو، لان سلمى مفرد تبقى داز. سلمى عايشه مع مين؟ هو دو، هو داز سلمى ليف ويز. شال اي، انا عندي يا جماعه افعال ناقصه منهم كلمه شال، تمام بيجي بعد منها المصدر، يبقى الاي ان جي دي هتتشال، هنكتب كلمه هيلب فقط. افهم ويل وود كان كود شال شود ماي مايت ماست تو ونيد ودير، دول بيجي بعد منهم المصدر. ذا بس ارايف ات ذا ميوزيوم ات كذا، لما يديني ساعه يا حبايبي، الساعه دي معناها مضارع بسيط اهو، الساعه بتبقى مضارع بسيط. طب يا مستر مضارع بسيط ازاي؟ بتبقى مصدر او مصدر اس اي اس. طب يا مستر مصدر مع مين؟ مع الجمع اس اي اس مع المفرد، يبقى هنا ذا بس تبقى ارايف ونضيف لها حرف الاس تبقى ارايفز. وير دو ملك ليف، ملك مفرد تاخد ايه يا حبايبي؟ تاخد داز، تاخد ايه؟ تاخد داز. يلا بينا كده نبدا مع اسئله اختياري بتاعه يونت 2، يونت 2 اللي هي الوحده الثانيه. هنا بيقول لي شادي از ديف، ديف يعني ايه؟ اصم مش بيسمع يعني، شفاك الله عافاك يا شادي. But he understands us because we use a، بيفهمنا لاننا بنستخدم ايه يا جماعه؟ ايه لانجوج اسمها ايه؟ ساي لانجوج. ساي اللي ساي اللي هي التمهيده، تمام؟ سايت رؤيه، سيجنال اشاره، ولا ساين لانجوج لغه الاشاره؟ ساين لانجوج اللي هي لغه الاشاره، دي كده على بعضها معناها لغه الاشاره. ساين لانجوج مهمه جدا الكلمه دي. هنا بيقول لي it is usually easy to not with people in other countries if you speak English well. من السهل ان انت ايه؟ ويز، حرف الجر ويز هيجي مع ايه دلوقتي؟ عايز اقول من السهل انك تتواصل مع الناس اللي في البلاد اللي بره لو انت بتتكلم انجليزي كويس. كونكت ويز، كوميونيكيت ويز، تيل ويز، سي ويز. الاجابه هنا هتبقى ايه يا حبايبي؟ هتبقى كوميونيكيت ويز، يتواصل معه. هنا بيقول لي when you invite a person to your house، لما بتدعي شخص لبيتك they are your ايه؟ لما بتدعي شخص لبيتك بيبقوا ايه بالنسبه لك؟ ها
crowds جمهور patients مرضى guests ولا guests. guess دي معناها يخمن زي ما نقوله guess what حذر فذر يبقى الاجابه هنا هتبقى guests اللي هي الضيوف. الضيوف يا جماعه هم اللي بيقولنا البيت. هنا بيقول لي when two people get married لما شخصين بيتجوزوا they have a بيبقى عندهم ايه meeting ولا band ولا wedding ولا ويدنج ولا ويدنج. دي ويد. ويد دي معناها يزيل الحشائش من الحديقة. هي ويدنج طبعا اللي بيتجوز بيبقى عنده ويدنج اللي هو زفاف. زفاف احفظ. The skin of a zebra is a الجلد بتاع الحمار الوحشي is a plain ولا بلو ولا striped ولا sharp. ها الجلد الحمار الوحشي يا جماعه strapped اللي هي طبعا معناها ايه مخطط. It's a نقط that you couldn't come to my birthday party. It's a من الايه ان انت ما جيتش حفله عيد الميلاد. It's a happiness ولا congratulation ولا shame ولا empathy. It's a shame يعني تقيله كلمه shame دي يا جماعه. shame دي معناها عار يعني من العار ان انت ما جيتش. لا طبعا المفترض كان قال اتس ابيتي يا حزن ان انت ما جيتش الايه حفله الايه الجواز بتاعتنا او حفله عيد الميلاد بتاعتنا. هنا بيكمل بيقول لي ذا نقط از ان اريا اوف فيري دراي لاند. ارض جافه جدا يبقى اسمها ريفر ولا ديزرت ولا ليك ولا سي. ها الارض الجافه اسمها ديزرت اللي هي الصحراء. A أو an A is a boy or a girl aged 13-19 ها الطفل أو الشاب اللي عنده من 13 ل 19 اسمه infant طفل child طفل baby ولا teenager. يعني ايه كلمة teenager دي يا حبايبي؟ اللي هم مراهق أو مراهقة ولد أو بنت. not means usual not difference. ايه الكلمة اللي معناها عادي أو مش مختلف؟ natural modern normal ancient. انا عندي يا جماعه كلمه usual زيها زي كلمه normal. normal طبيعي. normal اللي هي ايه؟ طبيعي. هنا بيكمل بيقول لي to be a means not with other people. ها انك تبقى ايه؟ انك ما تبقاش مع الناس. alone busy pleased worried. ها انك تبقى ايه ما تبقاش مع الناس؟ ايوه لما تبقى بمفردك ما تبقاش مع الناس. ما تبقاش مع يا حبايبي مع الناس. نكمل مع بعض. هنا بيقول لي بيقول لي ايه هنا حبايبي؟ بيقول لي to feel a means feeling happy about the good things in your life. انك تبقى ايه؟ تبقى سعيد عن الاشياء اللي في حياتك. worried الان grateful ولا careful ولا normal. ها انك تبقى ايه؟ grateful ممتن تبقى راضي عن حياتك ممتن عن الحاجات اللي في ايه في حياتك. grateful معناها ممتن ممتن. هنا بيقول لي the نقط prepares food for people to eat. مين اللي بيحضر الطعام للناس ياكلوه؟ street food seller. اول ما تلاقيها خدها. اول ما تلاقي كلمه food وتلاقي كلمة street food seller اللي هو اللي بيحضر الطعام في الشارع تاخد كلمة street food seller. طبعا كوكر دي معناها بوتاجاز. يا مستر ده كوكر معناها طباخ. لا كوك هي اللي طباخ. اللي هي طباخ كوك حرف الخاء اهوت. هنا بيقول لي ذا نقط هيلبس تو كيب بيبول سيف ان ذا ستريتس. مين اللي بيساعد ان هو يحافظ على سلامه الناس في الشارع؟ انجينير ولا بوليس اوفيسر ولا شوب وركر ولا نيرس؟ ايوه اسمه بوليس اوفيسر اللي هو ضابط الشرطه بيحافظ على سلامه الناس في الشوارع. لازم تعرف تترجم عشان تعرف او لازم تفهم الجمله بتقول ايه عشان تعرف تتعامل معاها. ذا نوت سبيكس تو ميني تو بيبل اون ذا فون. اللي بيتكلم مع ناس في التليفون. هي اور شي هيلبز ذيم وذ ذير بروبلمز. بيساعدهم في حل مشكلاتهم. نيرس ولا ستريت فود سيلر ولا كول سنتر وركر ولا شوب وركر. ايوه اللي هي كول سنتر وركر اللي هو عامل الايه التليفونات خلاص او اللي هو العامل اللي في ايه في الكول سنتر تمام مركز الاتصالات. ذا نوت هيلبس ان ا بليس ويتش سيل ثينجز. مين اللي بيساعد في الاماكن اللي بتبيع الاشياء؟ كمبيوتر انجينير ولا كوك الطباخ بوليس اوفيسر ولا شوب وركر. ايوه الاجابه طبعا هتبقى كلمه شوب ايه؟ شوب وركر. نكمل مع بعض. هنا بيقول لي يو كان يو كول
نقط if there is a problem with your computer system. انت بتتصل بمين لو عندك مشكلة في نظام الكمبيوتر؟ shop worker, computer engineer, street food seller ولا police officer؟ ايوه طبعا الكمبيوتر انجينير هو اللي بيعالج مشاكل الكمبيوتر. كمبيوتر سيستم تبقى كمبيوتر انجينير، مهندس كمبيوتر. Your father can see the car on his route, on this route. It's very quiet. الشارع ده هادي، هادئ. طبعا كلمة quiet ديت لو طلعنا الاي بره يبقى معناها الى حد ما. اعرف. ها your father كان ايه؟ ابوك يقدر، عايز اقول يقدر يركن العربيه، تبقى بارك ولا بارك ولا بريك ولا بريك. ها الاجابه طبعا هتبقى كلمه بارك اللي هي معناها يركن. طب يا مستر دي معناها ايه؟ ينبح. ينبح بالنسبه للكلاب والديابه. طب بريك دي معناها ايه؟ معناها فرام. البريك ديت معناها راحه او يكسر. فاطمة is A so she can't hear you. ما بتسمعكش. يبقى فاطمة دي A patient ولا blind ولا deaf ولا deaf. ما بتسمعش يبقى deaf اللي هي أصم. طب blind اللي هي كفيف، كفيف مش بيشوف. تمام. The nurse works on the A for children. الممرضة بتشتغل على A للأطفال. heart ولا word ولا award ولا reward. ها يبقى هنا هنقول ايه كلمة word. طب يا مستر ايه الفرق؟ كلمة word دي معناها عنبر، عنبر في مستشفى، عنبر مستشفى. النيرس اكيد في المستشفى، تبقى ايه كلمة عنبر اللي هي ديت هي الصحيحة. language بقى حاجات على الجرامر. تمام. بيقول I can't come to the park because I'm not the house today. ها انا ما قدرتش اجي الحديقه لان انا ايه البيت النهارده. كلين كلين كليننج كليند ولا ام كليننج؟ ها اي ايه يا جماعه هنا توداي اي ام كليننج، انا بنظف البيت النهارده ما قدرتش اجي. اون ساتردي. تمام. اي يوجوالي نوت تايم ويز ماي كازنز. يوجوالي مضارع بسيط تبقى سبينس مع اي سبيند ام سبيندينج سبيندينج. ما فيش حاجه اسمها اي سبيندينج، يبقى دي غلط تماما. اي ما بتاخدش اس، دي غلط تماما. يبقى هنا هنقوله ايه؟ spend، لان في هنا كلمه usually، في هنا كلمه usually مضارع بسيط. هنا بيقول لي what time do you not your homework after school. ها تبقى does ولا did ولا doing ولا do. الاجابه هنا يا حبيبي هتبقى ايه؟ do، بيجي بعد منها المصدر، يبقى الاجابه هتبقى هنا do. ايه الوقت اللي انت بتعمل فيه الواجب بتاعك بعد المدرسه. هنا بيقول I am sitting under a tree. انا قاعد تحت شجره. and not eating في ing my lunch. hungry eating and hungry eating sad ولا quick. طبعا انا هنا بوصف فعل يا حبايبي. بوصف ايه فعل؟ انا لما بوصف فعل بضيف الصفه الواي اللي هو الحال، اللي هو الايه يا حبايبي؟ الحال. يبقى هناخد hungry. it's important to drive a when it's raining. من المهم انك تسوق a وهي بتشتي. careful. طبعا احنا خدنا قبل كده يا حبايبي ان خدنا ان الحال، الحال بيساوي صفه مضاف لها ال واي، وده بيجي في نهايه الجمله او بعد الفعل او بعد الايه الفعل، هتشوفوه في الجرامر برضو. يبقى هنا هنقول ده درايف، ده فعل. يبقى انا عايز هنا كلمه ايه؟ يعني كيرفولي ولا كويكلي؟ هتبقى كيرفولي عشان الدنيا بتشتي، عشان الدنيا بت ايه بتشتي. هنا مديني أسئلة صحح ما بين القوسين بتاعة يونت 2. بتاعة إيه يا حبايبي؟ يونت 2. بيقول لي إيمان أند هير نيبرز، نيبرز اللي هم الجيران، نقط كلين مستر عثمان ذا فلات ناو. في كلمة ناو هنا دالة على المضارع المستمر. طب يا مستر لما ألاقي كلمة ناو اللي دالة على المضارع المستمر باخد طبعا باخد إيه؟ أم أو إز أو آر زائد الاي ان جي. ناو بس لا، لوك وليسن وناو وستيل وات بريزنت وات ذا مومنت وهاري اب واتش اوت وبي كيرفول. دول كده لما تلاقيهم تاخد ان از ار اي ان جي. الكلام ده اتشرح. يبقى هنا هنقول ايه؟ يبقى انا عندي دي هتبقى نيبرز تبقى ار، ونضيفوا لكلمه كلين اي ان جي تبقى ار كليننج. ار ايه يا حبايبي؟ كليننج. مستر عثمان ليف ان ا لافلي فلات. عايز اقول الاستاذ عثمان عايش في شقه كويسه. طب يا مستر مضارع بسيط ولا مضارع مستمر؟ بسيط يا حبيبي لانه هو عايش، حاجه بتحصل على طول، عايش فيها على طول. يبقى هنا مضارع بسيط مستر عثمان، نضيف لي دي حرف الاس تبقى لافس. منال اند منى نقط ستادي كوليجرافي ناو. عايز اقول منال ومنى بيدرسوا اللي هو الكوليجرافي اللي هو الخط، فن
الخط تمام دلوقتي ناو يبقى انا عايز اد از ار اي ان جي يبقى هنا هنقول ار خلاص ستادينج ار ايه يا حبايبي ار ستادينج مكان كلمه ستادي خلاص هنا بيقول لي ماي سيستر سبيكس فيري اي انا قلت يا جماعه اللي بيجي في اخر الجمله صفه ولا حال لا هتبقى حال يبقى هضيف لها الواي كوايتلي بهدوء خلاص هنا بيقول the teacher treats all the children kind ها تريد ده فعل وانا قلت اللي بيجي في اخر الجمله بيبقى الحال يبقى kind هنضيف لها ايه يا حبايبي تبقى kindly on Saturdays Cady usually not spend time with her cousins خلاص هنا هنقول usually مع Cady خلاص يبقى هنا هنقول spends لان دي طبعا مضارع بسيط لان دي يا حبايبي مضارع ايه بسيط The police officer is visiting a school today. ضابط الشرطة بيزور مدرسة النهاردة. بيزور مدرسة ايه النهاردة. تمام. But usually usually دي مضارع بسيط. He drive. He مفرد مع usually مضارع بسيط. يبقى ضيف الساوية. تبقى drives. خلاص. نادر not usually work. عايز ينفي كلمة work في المضارع البسيط. يبقى does not doesn't. وكلمة usually وكلمة work زي ما هي doesn't usually work doesn't usually يا حبايبي work our football team will win because they are playing very A ها أنا عندي طبعا playing ده فعل وطبعا جايب لي صفة في الآخر الصفة ما بيجيش في الآخر بيجي الحال طب يا مستر الحال من كلمة good goodly لا well الحال من كلمة good هو كلمة إيه well أحمد went into the new school أحمد ذهب إلى المدرسة الجديدة ها هنا وانت جايب لي صفة في آخر الجملة تبقى إيه ساد ونضيف لها الواي تبقى ساد لي افهم دي بسيطة why not be you laughing في هنا ing يبقى يو تاخد إيه تاخد R why are you laughing أنت بتضحك عليا يا واد يا واد بتضحك عليا يا واد بطل ضحك يا واد هنا بيقول لي 12 we not watch a film now مضارع مستمر انا قلت ناو والكلمات تدل على مضارع مستمر ام اس ار اي ان جي وي تاخد ايه ار وناخد كلمه واتش زي ما هي ونضيف لها ايه يا حبايبي اي ان جي تبقى وي ار واتشينج وي ار ايه واتشينج رقم 13 والاخيره بيقول لي ات ازنت رين از نقوله رين ام اس ار بيجي بعد منها ايه يا حبايبي رين ونضيف لها اي ان جي تبقى رينينج تبقى ايه تبقى رينينج اهم جمل اختياري دلوقتي معايا في يونت 3 يلا بينا كده نحل مع بعض بيقول لي نقط teaches people how to play or improve a sport مين اللي بيعلم الناس يحسنوا الرياضه ويلعبوها scientist sports coach nurse ولا worker ايوه اسمها sports coach اللي هو المدرب الرياضي نقط knows how to look inside the body to help people who are ill مين اللي بيبص جوه جسم الانسان عشان يساعد المرضى sports coach surgeon police officer ولا hero ايوه كلمه surgeon هي الصحيحه نقط does experiments to study and find out about how things work ها بيعمل اكسبيرمنتس يا جماعه تجارب مين اللي بيعمل تجارب وبيشوف طبعا وبيستكشف الحاجات بتشتغل ازاي ها هنا هنقول ايه بوليس اوفيسر سيرجن تشاريتي وركر ولا ساينتست تجارب يبقى ساينتست على طول اللي هو العالم ساينتست اللي هو عالم يا حبايبي هنا بيقول لي نقط هيلبس بيبل اور انيمالز ذات نيد هيلب مين اللي بيساعد الناس والحيوانات اللي محتاجه مساعده sports coach charity worker scientist ولا police officer ايوه اللي هو charity worker اللي هو عامل كلمه charity ديت جمعيه خيريه اللي هي جمعيه خيريه العامل في الجمعيه الخيريه هو اللي بيساعد الحيوانات والناس اللي محتاجين ايه مساعده نقط helps people who are poor بيساعد الناس الفقراء sick مرضى don't have a home اللي ما عندهمش بيت جروب بريزن ثيف ولا تشاريتي مين بقى اللي بيساعد يا جماعه هنا ايوه الجمعيه الخيريه الجمعيه الايه يا حبايبي الخيريه هنا بيقول لي ذا نقط از ذا اريا اوتسايد ا سيتي منطقه بره المدينه وير ذير ار فارمز فيها حقول لوتس اوف نيتشر طبيعه كتير كونتري سايد سيتي تاون اوشن الاجابه طبعا هتبقى كلمه كونتري سايد اللي هو الريف
الريف طبعا يا جماعه كله مزارع وكله ايه طبيعه. اتيلابل ايفنت حدث فظيع such as an earthquake حدث صعب يعني زي الايرثكويك الزلزال طبعا دي معناها زلزال خلاص. is a charity ولا goal ولا natural disaster ولا competition ايوه الاجابه طبعا natural disaster اللي هي طبعا كارثه طبيعيه. كارثة ايه يا حبايبي طبيعية. رقم 8 هنا بيقول لي a نقط is someone who works for no money to help people بيشتغل من غير فلوس عشان يساعد الناس اسمه scientist ولا volunteer ولا nurse ولا police officer اللي جاب طبعا كلمة volunteer اللي هو متطوع. رقم 9 معايا رقم 9 معايا خليكم كده معايا يا حبايبي نكمل مع بعض. رقم 9 بتقول ان ايه ان يبقى انا عايز حاجه بتبدا بحرف متحرك كلهم متحرك ان ايه is something serious or dangerous that you need to do something about حاجه لازم تتصرف فيها بسرعه وتاخد لها ايه اجراء. ايه هي بقى الحاجه ديت emergency ولا energy ولا ايميل ولا ايرا. ايرا دي معناها عهد او زمن ايميل معروفه انرجي طاقه يبقى emergency الطوارئ الطوارئ لازم نتخذ بها ايه موقف. 10 هنا بتقول لي نقط take in air and help us to breathe ها ايه اللي بيساعدنا ان احنا نتنفس وبياخد الهواء legs ولا ears ولا lungs ولا eyes بتساعدنا على التنفس تبقى اللي هي كلمه lungs اللي هي الرئتين. The نقط tells the parts of our body what to do ايه اللي بيتخلي اجزاء الجسم بتاعتنا تعمل الايه الاوامر ايه الحاجه اللي متحكمه في اوامر الجسم برين ولا نوز ولا هيد ولا اير طبعا معروف ان المخ هو المتحكم البرين هو الايه المتحكم. ذا نقط بامبس بلاد اراوند ذا بودي بيضخ الدم حول الجسم اي نوز برين هارت ايوه هارت الكلمه دي يا جماعه بتتنطق هيرت يؤلم او يؤذي او يعور انما دي هارت قلب خلي بالك. This football has no air inside. كرة القدم دي الكرة دي ما فيهاش هواء. I need a نقط to fill it. Bump ولا cut ولا burn ولا blunt. المنفخ اسمه ايه يا حبايبي؟ اسمها bump. Bump دي معناها يضخ ومعناها منفخ هواء اللي بيزود الهواء. Lena's cousin is in hospital or in the hospital with an eye ache. عنده ايه في عينيه اللي في المستشفى ابن عمها ده؟ Pollution. Pollute infect infection with an eye يا جماعه infection عدوى عدوى بصريه عدوى ايه بصريه. A ear is an event when people try to get a prize ايه هو الحدث اللي الناس بتحاول تاخد تحصل فيه على جائزه hero competition player ولا goal طبعا الاجابه هنا هتبقى كلمه competition اللي هي مسابقه اللي هي ايه يا حبايبي مسابقه. نكمل مع بعض هنا بيقول لي في رقم 16 بيفور سميرة موسى ايه ان 1952 قبل سميرة موسى ما يحصل لها ايه في سنة 1952 she was Egypt's first female nuclear scientist هي كانت اول عالمة نووي في مصر تمام. دايت ولا دايز ولا داينج ولا داي طبعا انا قلت السنة الماضية ان زائد السنة ماضية طبعا دي من كلمات الماضي البسيط يبقى مصدر ايه دي او تصريف تاني يبقى انا هنا على طول هاخد دايت هاخد كلمة ايه دايت. سميرة موسى was born 1917 دي سنة السنة بيجي قبل منها ايه دايما يا جماعة ان يبقى هنا هنقوله ايه ان خلاص. هنا بيقول لي نقط عمر was 22 a shark attacked him and he lost a leg ها ان ولا اف ولا وين ولا اجو عايز اقول عندما كان عمر عنده 22 تبقى وان تبقى ايه يا حبايبي وان. مجدي يعقوب stopped most of his work as a surgeon a long time ايه a long time ايه على طول يا جماعه معروف a long time ago ده اللي على الماضي البسيط او stopped ماضي بسيط. My uncle not a firefighter but now دلوقتي لكن دلوقتي يبقى هنا في الماضي كان firefighter دلوقتي بوليس officer. Used to be didn't used to be ولا used to be ولا didn't used to be خلاص ها عايز اقول كان رجل اطفاء لكن دلوقتي هو رجل بوليسي يبقى used to be اعتدى ان يكون. هنا بيقول دينا نقط give money to a charity but now she does
دلوقتي هي بتدي فلوس للجمعيات الخيريه، يبقى الاول ما كانتش ايه بتدي، يبقى انا عايز نفع يوزد ولا ديدنت يوز، ولا يوزد تو ولا ديدنت يوزد تو. طبعا دي لا نفي ولا دي نفي، يبقى انا ديدنت يوز او ديدنت يوز تو، ان هي الصح. يبقى الاجابه هتبقى ديدنت يوز تو، لان بيجي بعد منها المصدر، هنا يوز لازم يبقى فيه تو، هنا مفيش تو تبقى دي هي الصح. ايجيبتس فوتبول تيم، فريق الاول لكره القدم في مصر، نقط زي افريكا كاب اوف نيشنز ان 2010. عايز اقول فريق كره القدم المصري حاز على الايه، على بطوله الامم الافريقيه في سنه 2010. تبقى ايه حبايبي؟ فاز اللي هي ايه 1، ماضي بسيط عادي خالص. ديد علي نقط تو ذا شوبس يسترداي، هي يسترداي ماضي، في هنا ديد ده هي، يبقى انا عايز هنا مصدر، لان انا عندي دو وداز ديد مصدر على طول، يبقى الاجابه جو. ديد علي جو. زير نقط ا هوتيل ان اور سيتي 10 years ago ماضي، يبقى زئ وهوتيل مفرد، ويرنت غلط وإزنت غلط عشان دي ماضي، فاضل لي didn't a hotel ولا didn't used to be a hotel. مفيش حاجة اسمها didn't زائد اسم، didn't لازم يجي بعد منها المصدر، يبقى didn't used to. 25 هنا بتقول لي where not live before you moved to Alexandria. where ايه؟ where are live. live دي مصدر، ار بيجي بعد منها ing تبقى غلط. خلاص؟ طبعا ده سؤال، مفيش حاجة اسمها يو يوزد تو، دي كده كمان غلط، فاضل لي دو يو ولا ديد يو يوز تو؟ ها هنا بيفور يو موفد، موفد في الماضي، يبقى أنا ماضي محمد هتبقى ديد يو يوز، ديد يو إيه يا حبايبي؟ يو يوز. ركزوا كده معايا جزئية صحح ما بين القوسين، ياسر's جراند ماذر، جدة ياسر، يوزد تو ورك إن أ هوسبيتال؟ سوري يوزد تو، لا هي يوزد زي ما انا ما قلتها يوزد تو. يوزد ايه يا حبايبي؟ تو. بيفور ماجز داد جوت ماريد، جوت ماريد دي في الماضي، ماضي بسيط، بيفور دي كده. هي نوت يوزد تو ليف ان كايرو، قبل ما جد ما بوالد ماجد ما يتجوز، عايز اقول اعتاد ان هو يعيش في القاهره، يبقى الاجابه هنا هتبقى ايه؟ اعتاد، لم يعتاد، هنا في كلمه نوت هتبقى لم، تبقى didn't يوز تو. هسيب لكم روابط الفيديوهات اللي بتشرح الجرامر ده في الايه، في الوصف بتاع الفيديو. When my mom A B، when my mom B a child she used في الماضي، انا عايز دي في الماضي، mom مفرد الماضي من كلمه بي اللي هي was، اللي هي كلمه ايه يا حبايبي؟ was. هنا بيقول لي when هنا بيقول لي before I had children، قبل ما يبقى عندي اطفال، I not used to know how to drive a car. ها not used to تبقى didn't في الماضي طبعا، didn't use to، ما فيش used، didn't use بس من غير الدي. when you were 10 لما كان عندك 10 سنين، ها في الماضي بقى تبقى do؟ لا طبعا هتبقى did you used to. طيب هنا طبعا علامة استفهام، يبقى عايز هنا سؤال بهل، يو يوز تو ووك تو سكول، هتبقى سؤال بهل في الماضي، تبقى ديد ايه؟ ديد يو يوز تو، دي هتطلع زي ما هي. خلاص؟ ديد يو يوز تو ايه تو ووك تو سكول؟ هل انت كنت متعود تمشي على رجليك للمدرسة؟ لاست يير ماضي في الماضي، اي جو الماضي من جو، وانت عشان لاست دي من كلمات الماضي البسيط، مصدر اي دي تصريف تاني. هنا حاطط لي علامة استفهام، تمام؟ وطبعا الكلام جوه بيقول لي ايه؟ حسام حسن ذا كابتن اوف ذا ايجيبشن فوتبول تيم. عايز اقول هل كان في الماضي؟ في الماضي مع المفرد بنقول ووز، بنقول ايه يا حبايبي؟ ووز. ان 2009 في سنه 2009 مجدي يعقوب، طبعا ده ماضي، يبقى ستارت تبقى ايه؟ ستارتد عفوا تبقى ستارتد. الجملة الأخيرة معايا دلوقتي، in ancient Egypt poor children، الأطفال الفقراء، not used to go to school، عايز أقول لم يعتاد إن هم يذهبوا للمدرسة، هتبقى didn't use to، didn't use إيه يا حبايبي؟ use to. أنا قلت لكم إن أنا هعمل المراجعة على الوحدات كلها، بس طبعًا الفيديو كده هيطول جامد جدًا، أتمنى إنكم تكونوا استفدتم، هسيب لكم وصف أول ثلاث وحدات شرح في الروابط بتاعت أول ثلاث وحدات شرح، هسيبها لكم في وصف الفيديو.
اتمنى انكم تكونوا استفدتم. كل سنه وانتم طيبين. قبل ما نقفل طبعا صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام كتير جدا عشان ربنا يفتح علينا جميعا. ويا ريت كمان لايك واشتراك في القناه، ويا ريت نشير الفيديو للاصدقاء عشان تعم علينا الفائده جميعا. كان معكم مستر حمدي الحارس، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.